مسي عليكم بالخير متابعينا من قناة كويت سبورت ببرنامج فتنس، البرنامج اللي يختص بلعبة كمال الأجسام والتغذية. نكمل مشوار حلقاتنا مع لاعب المنتخب ولاعب نادي العربي لكرة الطائرة اللاعب محمد القطان. مساك الله بالخير. مساك الله بالنور والكرامة. يعطيك العافية. الله يعافيك. طبعا بالحلقات السابقة خذينا تمرين الأكتاف وطريقة الاسترتشات والحلقة الحوارية، اليوم شنو التمرين بيكون؟ قلنا العضلات الرئيسية اللي هي الأكتاف خلصنا منها، عندنا عضلة أساسية بعد الريول. طبعا ما أتوقع في رياضة بدون تقوية الريول، ما أتوقع بالضبط. فشيء أساسي تمرين الريول. الريول نفس ما قلنا في فترة تلعب فيها وزن مع تكرار أقل، وفي فترة تلعب فيها لا والله شوية يكون الوزن أقل وتزيد التكرار. متى الفترات هذه؟ نعم الفترات متى تكون؟ سؤالك حلو. الفترة هذه في نفس ما قلنا الأوف سيزن، اللاعبين في الكويت لاحظنا في الأوف سيزن يريح لشهر شهرين. الأوف سيزن من الدوري، خلص الموسم، احسب من خلص الموسم اي لين قبل الموسم الجاي بشهر، هذا يعتبر هني الأوف سيزن. اي يعتبر الأوف سيزن لين قبل لا يبدي، خلينا نقول مثلا انت 6 7 8 هذول الأوف سيزن. شهر 9 بري سيزن اللي هو شهر قبل الموسم، هني شهر الاستعداد يكون. شهر هذا تكون ميكس ما بين بناء العضل والسرعه. أي. يعني دخل اثنينهم مع بعض. حلو. بدا الموسم يصير عندك الان سيزن ما في بناء عضل خلاص، تعتمد طبعا على الاوزان الخفيفه والتكرارات العاليه. حيل يومين بالاسبوع اللي بنيته بالصيف او خلينا نقول بالاف سيزن تحافظ عليه، بس ما في زياده ولا نقصان. يعني تحافظ على الموجود، ما يصير انت عندك مباراه وياي تبي تبني عضل تدق وزن، راح تدش المباراه جسمك يابس وجسمك تعبان هالكان، ما في بناء بالضبط. فعشان كذي احنا نقول الاساس هو الاوف سيزن، هو اساس الموسم. لان احنا عندنا حتى بالحديد لما تبي تطور جسمك او تبي تكبر عضلاتك تاخذ بعد تمرين الحديد لازم تاخذ راحه ونوم. أي نعم. ساعات بالضبط. نوم كافي بالضبط. وتريح جسمك علشان بالضبط. الالياف ترمم وتسوي ريكفري عندك. فتخيل عنده مباراه وين، فما راح يقدر يطور العضلات عنده. اي نعم. فبالان سيزن مثل ما ذكرت انت ان تكون العمليه انك تحافظ المينتنس اللي هي على الموجود تكمل عليه، بس هذا اللي انت اللي بنيته تكمل عليه. فيكون يومين بالاسبوع بالكثير. حلو. يعني يومين لا تزيد ولا تنقص. فالفترات اللي تكون قبل الفترات الاوف سيزن تكون باوزان عاليه بعدات خفيفه عشان تطور فيها العضلات. حلو. طبعا تمارين الريول راح يكون عندنا تمارين اساسيه يعرفونها حتى لاعبين الحديد والفتنس، هذول ما يستغني عنهم اي شخص. التمرين الاول اللي هو السكوات. طبعا السكوات اكيد تدري يعني لازم يكون في طريقه صحيحه بالضبط، لان يسبب خذينا احنا وزن خفيف عشان نبين طريقه التمرين. يكون الفتحة الريل على مستوى الجسم ما فيها زياده. حلو. الظهر ما يكون فيه تقويسه، يكون سيده. طبعا في خلاف كبير على النزول، هل هو نزول شويه، هل هو 90 دقيقه 90 درجة. ام النزول الكامل هذا. اي اختلاف كبير. يعني انت لو تدور الحين دش مثلا بجوجل يختلفون عليه، وايد اختلاف. بس يقولون يعني احنا لاعبين الطائره ما نحتاج ال 90 ولا نحتاج النزول الكامل، احنا لاعبين الطائره حركتنا تبدي كذي ونسوي جمب حق البلوك، لان اساسا انت اذا بتنزل 90 تصعد جمب راح تتاخر. انت ما تبي التاخير، احنا هذه مالتنا بس 1 2 شيء بسيط. اي بس 3 4 5 6 7 8 بس النزول يكون هذا 45 يسمونه. ال 45 انت تكون كذي، بنفس الوقت الركب لا تطوف زين لا تطوف القدم. ابى نستشيرك ونستفيد منك. طبعا احنا كلاعبين حديد مرات نخلي الريل 7 مرات نخليها سيده حسب الزاويه المستهدفه. نعم. انتم تستعملون الامور هذه ولا ما تحتاجون؟ احنا لا ما نحتاج. احنا نفس ما قلت اهم شيء تكون النزول مو كامل ولا النص، يكون 45 زائد ان هذه الركب ما تطوف، ما تكون امام القدم، ما تطلع برا المشي. يعني تكون تحط طريقه على اساس انك تنزل النزله بطيئه والصعده سريعه، النزله بطيئه والصعده سريعه. حلو. هذا تمرين سكوات. اي نعم. التمرين الثاني او التمرين الارجل اللي تستعملونه او تستخدمونه
التمرين الثاني راح يكون للدامبل، هم هذا معروف ومن اهم التمارين حق كل الالعاب، حق لاعب الحديد واي لعبه ثانيه، اللي هو اللي يسمونه الشرنكس او شنو يسمونه احنا الطعن. ايوه بالضبط. فهذا نفس الشيء، يكون الجسم سيده وخطوه للامام، واحد اثنين، هم نفس الشيء الركب ما تطوف الاصابع القدم، اثنين ثلاث، هم لازم تطالع سيده يعني، اربع خمس ست سبع ثمان تسع عشر 11. طبعا تقدر تزيد تنقص يعني على حسب الوزن، إيه على حسب الوقت اللي قاعد تلعب فيه انت، بالسيزن ولا بالاوف سيزن بالضبط، والامور هذه بالضبط. فالتمرين هذا يستهدف الارجل، الارجل اي غالبا الريل الاماميه تحركها بالتمرين هذا، السكوات امامي تركيز بس هم يحرك شوي خلفي، وعندك طبعا ما نستغني عنه تمرين اساسي ناس وايد الطوفه اللي هو البطات. البطات تبدي الحركه من البطه بالضبط، اي يعتبر هو السسبنشن يعني، اي بالبدايه بدايه حتى الجامب والامور ايه هذه تعتمد كلها تبدي على البطه، من البطه. فتمرين البطه ما في يعني على قولتهم ما في تاليف، ما في، هو تمرين واحد يا يعني انك قاعد او واقف. احنا كلاعبين طائره حركتنا كلها من الوقوف، ما عندنا تمارين قاعده ما تستخدمونها. لا هي تعطيك نفس الاداء، بس انت تبي تسوي تمرين يكون يعني منسجم مع لعبتك. بالضبط، تمرين يكون منسجم، فالوقوف افضل اي تمرين. حتى لاحظنا في الحلقات اللي طافت سوينا اكتاف من الوقوف يعني. بالضبط فالبطات يكون تمرين عادي، البطات ما تشيل وزن ثقيل، هذه عضله صغيره، عضله صغيره تلعب فيها تكرار، تمرين عادي يكون. لان انتم هدفكم مو تكبير العضله او هذا، قوه تحمل. اي نعم، قوه تحمل يكون 20 طقه تقريبا بالطريقه هذه. طبعا نفس ما قلت يمكن تفتح وتسكر، بس احنا يكون زاويه واحده. يكون شيء واحد اثنين ثلاث اربع خمس ست سبع ثمان تسع عشر، وتكمل 20 او 15. لما تلعب والمشط يكون سيده تشغل البطات بشكل كامل. نعم، من اليمين من اليسار داخلي خارجي. صحيح. بس لما احنا كلاعبين حديد ونركز على بعض الزوايا، لما تخلي الريل سبعه تشغل الداخليه، ثمانيه تشغل الخارجيه، في مناطق نستهدفها. اكيد. كونك كلاعب طائره ما تحتاج الزوايا هذه. بالضبط. تبي تشغلها بشكل عام. صحيح. كذي نكون خلصنا تمرين الارجل. اي نعم، هذه تعتبر اهم عضلات في اللعبه تحتاجها حق كره الطائره يعني. يعطيك العافيه ابو جاسم، شكرا ما قصرت على المعلومات. الله يسلمك. خلوكم معنا اعزائي المشاهدين بعد الفاصل. الى هنا اعزائي المشاهدين وصلنا الى ختام حلقه اليوم مع لاعب المنتخب ولاعب نادي العربي اللاعب محمد القطان لكره الطائره، خلوكم معنا في حلقات جديده.